ياسين ياجور، واول هدف في تاريخ احتراف فريق الوداد الرياضي، الهدف الاول، وجاء في الدقيقه الثالثه من عمر بدايه هذه المباراه. ينتظر ان تكون هذه المباراه ذات وجهه ربما واحده ان لم ينتفض فريق الاتحاد سموري الخميسات منذ في بداية هذه المباراة. محسن ياجور وإنذار في صفوف فريق الاتحاد سموري الخميسات، وأحمد المسكين يتلقى أول إنذار، وسعادة جماهير فريق الوداد الرياضي. محسن ياجور الذي صنع سعادة الرجاء سابقا والمنتخب الوطني للشباب عام 2005، ويسجل أول أهداف الوداد في عمر الدوري الاحترافي بالنسبه لفريق الوداد الرياضي. الكره اللي فادت فريق الاتحاد الزموري للخميسات الذي كما قلت حقق الصعود في اخر ثواني الموسم الماضي، ويعني كان الجميع ينتظر صعود فريق ايت ملول عندما رفض هدف الفريق. لاحظوا جيدا الاعاده وهدف